مرحبا بكم مشاهدينا. اليوم كنتواجدوا بمدينة صلاة العتيقة، وبما أننا على أبواب استقبال شهر رمضان المبارك أهله الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بموفور الصحة والهناء، ارتئينا أننا نجول في الأزقة ديالها ونسولوا الساكنة على الأطباق المعتمدة لاستقبال الشهر الكريم. كنديروا الصفوف، صفوف ديال رمضان، وكنديروا الشباكية والزميتة. واش كنديروا في رمضان؟ هذوك فيهم اللوز، وفيهم اللوز والجنجلان والقرقاع، فيهم الملزومات كاملة، فيهم كل شيء. وديال الزميتة عاوتاني بوحدي، فيها الزرع، فيها الزرع، فيها داك الشيء المانتا، فيها هذيك بوحدها وهذيك بوحدها، كل حاجة بوحدهم، والقليب بوحدو عاوتاني. شباكية وبريوات والمعمر، كل حاجة، صبيعات، هذوك ملويين، كل حاجة بوحديتها. لا 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 اختي، لا 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 لا، كاينين ولكن اللي درناه عاد كياكلوه معانا، ولكن باغينا باغي البيتزا، باغي المعمر، باغي البسطيلة، البريوات، باغي داك الشيء المالح، هادشي كلشي باغينا. واختي الغلا كلشي غالي، كلشي اختي غالي غالي غالية، مطيشة، البصلة، كلشي غالي، كلشي بالنسبة للمواطنين راه واعرة عليه القضية بزاف. بالنسبة لينا حنايا الناس دراوش، ما عندهم شيء، ما فحالناش، هادشي اللي كاين اختي، ما عندناش. مباركم معواشركم وتكونوا فرحانين بخير، والله كل عام وحنا بخير، ان شاء الله ندوزوا رمضان وندوزوا الايام كلها افراح. هادشي اللي غنقول لك، والله ينصر سيدنا، الله ينصرو، الله ينصرو، الله يخليه لينا. الصفوف ديالنا ديال رمضان تنديروا فيهم الجنجلان، كنديروا اللوز، كنديروا الكوزه، كنديروا القرفه، كنديروا النفع بلدي، ايوا كنديروا ملي تنقليو الطحين كنديروا، تنجيبوا الزبده، كنديروا الزيت، وكنديروا شويه الزهر، كنديروا مسكه الحره، ايوا كنديروا هاد الشيء راه معروف، باش كنديروا حنايا كاملين مغاربه، راه معروف عند المغاربه كاملين. ايوا تنصوبوا صفيفات في العشيه، كان عاوتاني كاين اللي كيدير الشباكيه، كاين اللي كيدير بريوات، كاين اللي كيدير صبيعات، كاين اللي كيدير بيتزا، كاين كل واحد وشنو، كل واحد وعلى حسب القدر ديالو. عندي البنات ثلاثه البنات، عندي حتى هما هكا يعني حادقات بحالي، تيعجنوا تيخبزوا تيديروا الرغيف تيديروا كل شيء، تيديروا الملاوي كيديروا كل شيء. دائما حنا ما تنشروش الخبز ديال السوق، تنعجنوا بناتي تيعجنوا، دابا انا بناتي دائما تيعجنوا العجينه، دائما حنا العجينه عندنا. ربي يخليك بارك الله فيك. كتوجدي ولا مازال؟ انا تنوجد، تتوجد لي انا دابا بنتي، اللي كتوجد لي بنتي مجوجه، الاثمنه مزيانه بخير. مهم واخا كاين الغلا، راه بنادم كل واحد على قد، كل واحد غناكلو من الغالي وناكلو من القليل بحال بحال. الحمد لله والشكر لله على الصحيحه، غناخذو من هكا وغناخذو من هكا، الغلا دايز والعمر دايز وكلشي والحمد لله، والله ينصر الملك والله يعاونكم، وشكرا بزاف والله يسهل عليكم. حنايا سلاوين بالنسبه لسلاوين، ماشي نقولوا سلاوين، بالنسبه للمنطقه ديال سلا كامله ورباط كتكون تقاليد بحال بحال تقريبا، كنستقبلوها بفرحه وصفوف وبغرير ورغيفه، والطبله كتكون جاهزه من جميع الانواع، لا محل الحلويات ولا قلي ولا حريره ولا. ولكن بالنسبه لهاد رمضان اختي غادي نستقبلوه بصعوبه، يعني الغلاب بزاف وزايدين في الاسعار، لا بالنسبه للخضره ولا بالنسبه للحم ولا الدجاج ولا الحوت ولا هما فهادشي اللي كنحتاجو حنا في رمضان. هاد رمضان هذا ما غادي يقدر المسكين يقرب كاع لصحاب السوق، يعني غادي يدير الطبله ويديرها بصعوبه، الا وصل غير الحريره باش يفرق الصوم ما قلا حد لحد. يعني اختي هاد الاسعار هادي قصحت المسكين، بالنسبه للمسكين، اما الموظف، الموظف كما كان الحل عليه الزياده، ولكن عنده واحد راس، واحد رصيد يعني رسمي كيمشي، عنده صالير، عنده الصالير الشهري كيشدو من شهر لشهر، ماشي بحال اللي كيبيع ويشري، إلا ما باع وشرى ودمر ما غاديش يصور ذاك الريال. بالنسبة بحال في رمضان كتكون الحريرة هذه رئيسية كتكون ديال الطبلة، وبالنسبة للبغرير، الرغيفة، المخرقة، بريوات معمرين، وبالنسبة للبنات اليوم كيبداو يزوقوا الطبلة
بريوات، بيتزا صغيره، الكيش، بحال الشليضات، الحوت مقلي. كتعرفي بنات اليوم كيميلوا حتى الشريان الزنقه، كاين اللي ما كيكون خدام ما كيبقالوش الوقت، كيجي معطل كتبقى له ساعه ولا ساعه ونص مثلا، اش غادي يدير؟ غيعجن فيها، غيصايب فيها بغرير، غادي يدير فيها بيتزا، غيدير فيها بريوات، يعني داكشي راه كيطلب الوقت. كيشري داكشي جاهز من الزنقه، دابا الحمد لله ولا كلشي جاهز في الزنقه، وصلع نبيع. حنا عندنا بنات اليوم كلشي تعلم، تعلم الطياب مغربي، ما نخافوش على الطيب المغربي، والمغربيات الحمد لله تقدموا في الحلويات، تقدموا في الطياب، تقدموا في كل شيء. السلام عليكم اختي، عواشر مباركه، كل عام وانتم بخير. هنهضر لكم اختي على رمضان هذا العام. هذا رمضان اختي هذا العام كنظن صعيب شويه غادي يجي، على هذا الشيء اللي الاسعار، وعلى هذا الشيء اللي غالي، ما عطيش 10 دراهم ولبس 10 دراهم. اختي انا كنمشي للسوق كنبغي نوفر شويه باش نشري معينات الكوزينه ولا شي حاجه كما كنت. هذا العام القضيه مزيره، وهذا العام كنظن الطبله ماشي بحال العام الاخر. مولفين كناخذوا الشباكيه ب 800، كنا كناخذوها حتى الغاليه كاع ديال اللوز كناخذوها ب 1200. هذا العام كنقول محال غنوصلوا بحال العام الاخر. المهم هذا العام بان ليا في شكل هذا العام بالنسبه للاسواق اللي معروفه هنا في مدينه سلا. مولفين السلاويين راه معروفين بالزميته وبالريحه الروايح وبالسلوب. المهم ريحه رمضان كتعطي داكشي زوين. دابا هاد العام حتى الريحه ما شميناهاش. المهم ما عندناش الجو ديال رمضان، الجو ديال رمضان كلشي الاسعار، بنادم كلشي مقلق، البيع والشراء ما كاينش، بنادم صابر وصافي، يصبر وصافي. الدنيا بنات اليوم اختي والو، بنات اليوم شادين اختي التليفون، اختي التيك توك والتليفون واللبس والشطح، ما بقينا نشوفوا والو في هاد الدنيا. بنات اليوم قلالين قلالين، ما قلالين بنت الناس اللي كتعاون ما في كوزينه، قلالين. دابا بنات الناس الكبار هما اللي شويه شادين داكشي ديال الصفوف والرمضان، يوجدوا داكشي. وهادشي اللي عرفتوا عاش الملك، عاش الملك، الله ينصر لينا سيدنا والله يطول لينا عمره. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد وعشر مباركة على جميع المغاربة. مرحبا بكم عندنا في سلا، مدينة اللي معروفة كجميع المدن في رمضان ضروري خصنا الأطباق اللي ما كيخطاوش أي مدينة، اللي هي الشباكية اللي معروفة عندنا هنا في سلا بمدينة بسمية ديال المخرقة. كنتقداو سلو، المهم معروفة عندنا كجميع المغاربة، غير هنا كتختلف من مدينة لمدينة الأسماء. كجميع المدن بالطقوس خصنا سلو، كنخرجوا نتقداو زنجلان اللوز. واخا لقينا هذا العام واحد لا ديفيرونس في الاثمنه اللي كبير، ولكن واخا هكا كاي رمضان خصنا شي اطباق اللي ما يمكنناش نتخلاو عليهم في المائده ديالنا. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد على جميع المغاربه. بغيت نقول لكم بان مدينه سلا معروفه بشباكيه، بالتمر، بالمخرقه، بالرزيزه، اللي هاد الطبق هذا اللي تكون عند جميع المغاربه في الطبله اللي ما قدروش نستغناو عليه. واخا كتجينا المعيشه شويه زادت طلعت، ولينا ما قدروش نستغناو على هاد الشباكيه ولا المخرقه ولا التمر ولا السلو ولا الجنجله اللي لقينا هاد العام بواحد الثمن اللي شويه باهظ. واخا هكاك المهم المواطن المغربي مسكين كيبغي يتزير ويتقرطط باش حتى هو يكون باش يبان ليه في الطبله ديالو شي حاجه اللي هي فيها الطقوس المغربيه. كنخصيو مبروك على العواشر كاملين، بصفتي مغربيه كنبارك لهم كاملين. شنو نقول لك اختي؟ دابا انا بصفتي كندير الشباكيه وداكشي، ويمكن هاد العام انا يمكن المحال ما نديرهاش. انا عندي محل ديال محل خوتي مارشي سونترال، تنديرو الشباكيه. ويني كلشي اللي جا دابا ياخذها تيقول لك غاليه. شحال دابا غتوصل؟ العام الاخر كنا كنبيعوها ب 50 درهم ياك؟ 50 درهم. دابا هاد العام الزيت غاليه، بشحال غنديرو لها؟ الا درتيها كيقول لك الناس وراه كاينه غير ب 500 درهم. وفعلا كاينه ب 500 درهم، فعلا الناس غياخذوها. اما هذيك الشباكيه الاصليه اللي كيديروها الناس ويوجدوها ويوجدوها في ديورهم، اختي الزيت غلا والطحين غلا، ودابا المشكل الطحين ما كتلقايش بحال اللي كان. ما عرفناش شنو هذا الشيء، ما عرفناش زعما الطحين تتلقيه مره كيطلق الماء مره كيطلق في الجوده، يعني الجوده ما كايناش.
تما هذا هو المشكل. دابا انا بيدي باغا ندير الشبكيه، عندي محل ديالي وباغا ندير الشبكيه، والناس كلها كتقول لك وجدي لنا المالح وجدي لنا هذا. دابا ملي غتوجدي لهم المالح وغتوجدي لهم هذاك الشيء فين؟ الا قلت لهم على الاقل على الاقل 5 دراهم غيقول لك هذا الشيء وسواقي. الا وجدتي شي حاجه ديال قلبك 10 دراهم من المسكين راه ما قادش يشريها، والله ما قاد يشريها. المخمره قدها قداش؟ قسما بالله الا ما تقريبا المخمره كتوزن 4 ديال الطحين ولا اكثر. يلا وتزيدي فيها الطحين، احنا كنديروا داكشي زعما زوين، كنديروا داكشي ديال سبيسيال. بشحال غتخرج لك هاد المخمره؟ يلا بشحال؟ كنا كنبيعوا بجوج دراهم وحنا بوجهنا احمر. دابا ب 600 ريال وما ما 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 عذرني ب 60 ريال. المواد اللي كتستعملوها غاليه اختي. دابا غير الكغيط، دابا انا ما نكذبش عليك، انا غير الكغيط اللي باش راه تلوي البغرير ولا الملاوي ولا هذا ولا هذا، قسما بالله شوفي انا يدي خارجه من هانتي هانتي باش تعرفي بانني رانا معلمه. المشكل الوحيد هو دابا هذاك الكغيط، قسما بالله الا قلت كلمه ما تيقلو، تعرفي كان ب 800 ريال ومولك غير تيجيبو لك تيقول لك هاكي ب 800 ريال وخليه لك بالكريدي. دابا تعرفي بشحال؟ 1600 ريال. الميكا ما كايناش، خاصك ديري كغيط ولا كغيط الا كان كغيط صغير يقول لك لا زيد لنا كغيط، لا حنا غير حرقنا. لا فهمتي ما زعما بزاف زعما ديال المشاكل زعما الصراحه سيدي ربي زعما والله يجعل سيدي ربي يدير تاويل خير لينا ولجميع المسلمين، والله يجعل سيدي ربي يحفظ سيدنا والله يشافيه والله يعافيه والله يخلي ليه صحيحته والاسره الملكيه كامله. اختي هادشي اللي كنقول لك، انتم الله يعاونكم وترخص شويه هاد الماكله ديال الدرويش، هي بطاطا ومطيشه وبصله. السلام عليكم خويا، حنا كنديروا الشباكيه في المدينه القديمه في السلاف في درب النخله، كنديروا الشباكيه البرايوات السيجار المقروط ورقه البسطيله، والتمر جد مناسب على حساب هذا العام السلعه غاليه شويه. لا الناس راه كيشوفوا راه الزيت غالي كل شيء غالي، لان يعني الشباكيه ما كانتش بهذا الثمن، هذه كانت غير 25 درهم ودابا وصلت 30 درهم. الزيت لان الزيت كان دير غير 7000 ريال الكرطونه، دابا 13200، يعني كاين شويه الغلا كاوكاو غالي كل شيء غالي شويه. دابا بداو الناس كيتقداو، دابا حنا كنوجدوا رمضان. مشاهدينا الان غادي ناخذكم جوله عند العطاره لمعرفه الاثمنه ديال المواد اللي كنستعملوها في شهر رمضان. واش مبروكه اللي دخلنا عليكم على الامه الاسلاميه بالخير والتيسير ان شاء الله. بالنسبه حنا بمدينه سلا تنبيعوا هادشي ديال الصفوف، بالنسبه للصفوف تيحتاج الزنجلان كاوكا واللوز القرفه حبه حلاوه النافع، وبالنسبه للزميته تحتاج عندها قوام واحد اخر الصوجا سميتو إيلان، زريعة الكتان، المانتا، حبة حلاوة، زريعة ديال الكوار، هادو هما جوج الأطباق اللي تيستعملو بالنسبة لهذا الموسم. وبالنسبة للأثمنة ديال السلعة كاين بعض الأثمنة اللي تزاد في طلع السعر ديالها في السوق وداكشي، بحال الزنجلان، اللوز، الكاوكاو. الزنجلان ديال هذا العام تيدير 55، البلدي ديال البلاد تيدير 55، تيدير تيلعب ما بين 45 درهم 40 درهم 45 درهم تقريبا، زادت فيه 10 درهم تقريبا في سميتو. هادشي الجوده ولا زادت السعر؟ زاد السعر، ولكن قلت لك يعني هذا الزنجلان البلدي ديال البلاد المزيان تنقول لك، اما هذاك الاخر بالنسبه ديال مصر هذاك رخيص. بالنسبه للوز شحال كيدير العام؟ اللوز تيدير سميتو 65 درهم توزع بالنسبه للعام تقريبا نفس الاثمنه، ماشي زعما شي زياده ماشي بزاف، ماشي كبيره بزاف غير يعني كاوكاو اللي شويه زايد هذا العام تيدير يعني 35 درهم. كنت يدير شي 30 درهم 28 درهم داك الشيء، كنت بحال هكاك. بالنسبه للاقبال يكون ناقص سيدي، لان اليوم واش كنت ياخذ كيلو ولا ياخذ نص كيلو ولا نص كيلو ياخذ رابعه، يعني داك الشيء على حسب الحاجيات ديال الانسان وعلى حسب الصالير ديالو، لان هذا العام الغلاء في الخضار ولا في جميع المواد ديال الاستهلاك كان فيها واحد الغلاء.
عندنا اختي كلشي هادشي ثمن مناسب زعما ماشي شي ثمن اللي كاين. عندنا التمر ثمن مناسب 30 درهم، الزبيب 40 درهم ثمن مناسب، القرقع 1600، اللوز هو 70 درهم، البلدي الرومي 60 درهم، المجهول ديال 100 درهم داير العام غير 70 درهم. هنا يعني كل شيء حاجه كليه رخيصه هذا العام، ماشي شي حاجه زعما واخا يقولوا كاين ثمن شويه الثمن مناسب. واش كاينه شي زياده او لا؟ معلوم كاينه شي زياده في شي حوايج وكاينه شي زياده في كاينه شي زياده في بحال الشكل ديال الخضره. هاد الفواكه الجافه كليه ما فيهاش زياده زعما. يعني جينا هذا العام بالنسبه ديال هذا العام جينا مستوى اقل من العام الاول. العام اللي فات كان الثمن على هذا العام. اغلى من هذا العام. اعلى من هذا العام. وكيقبل كيداير؟ كيقبل شويه. الناس مشورة، فلوس ما كاينش، العاقة والو، لا الناس الله يحسن العون، كلشي مع الشي ديال الخضرة زايدة وهادشي كلشي الناس هذا زعما شي حاجة اللي المهم ماشي حاجة. هاد العام ما كاينش زعما الاستقبال عندنا اللي بحال العام اللي فايت والعام اللي فايت، لا ما كاينش، ولكن الاستقبال هاد العام شوية معروف، حنا معروفين تنفرشوا بحال هكا في الزنقة في هاد الشهر في العواشر في عيشور في داكشي، يعني هاد العام جانا ناقص شوية. بالنسبة لنا هو ماشي غير حنا كلشي تا غير مولي الحوان ساكن وكلشي، أنا هاد العام كاين نقص عندنا باينة لينا، القرقع سنبيعو فيه على درهم، المجهول محلين فيه فلوس، حاطينه في شهر تسعود هذا، شهر تسعود شهر 10، كاين اللي هو واصل 63 درهم 64 درهم، سنبيعو فيه على 2 درهم.